يلا بسرعة، يلا القطر هيفوت. توت توت اركب للقطر يفوت، في سكة حديد كوش اقبال شديد هناك، الرصيف على اخره وزحمة على الشباك. يلا بينا يلا. توت توت اركب للقطر يفوت، ده قطر مفاجآت ورحلة مسابقات، ركز في المعلومات دي جوائز مستنياك. توت توت جوه القطر مبسوط، لقيت مكان. توت 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 توت، اهلا بكل اصحابنا من كل مكان، معاكم سواق القطر العجيب، قطر المسابقات والمغامرات واللعب والفرح والمرح والمعلومات. عاوز اقول لكم يا اصحابي ان القطر العجيب ده فيه هنروح رحلات كتيره قوي 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 قوي، وبصراحه انا عاوزه انا وكل اللي معايا في القطر نرحب بكل اصحابنا. منين يا سواق القطر العجيب؟ منين يا ترى؟ من اسكندريه لغايه اسوان، ومش بس كده، ده كمان من كل المحافظات. شاي كركديه. ايوه كركديه، تمام. بيبس، تمام. سندوتشات، في مربى. في مربى سندوتشات. عم مفتاح فصلتني، يا عم مفتاح كده بوظت الدخله. ازيك يا قائد، ايه الاخبار؟ بص بقى، انا كويس، جايب لك كوبايه شاي في الخمسينة بس. ايه تمام التمام. شكرا جدا يا عم مفتاح، ربنا يخليك يا راجل يا طيب. يبقى اكيد عايزه ازازه بيبس مشبره عشان الجو الحر ده. لا 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 يا عم مفتاح، شكرا. اقول لك خلي الحاجه الساقعه دي لاصحابنا اللي هيركبوا معانا. يبقى اكيد نفسك في سندوتش مربى بالقشطه اللي بعملها من ايديا، ده انا معقمها. يا عم مفتاح ارحمني، يا عم مفتاح عاوزه ابدا الرحله بسرعه مع اصحابنا. عاوز اقول لك بص، لو بصيت كده هتلاقي اصحابنا واقفين مستنيين على رصيف سكة حديد كوجي علشان يركبوا معانا القطر العجيب. بجد؟ اصحابنا؟ ايوه. هم فين طيب؟ يا عم مفتاح ركز، يا عم مفتاح اهم بص كده هتلاقي اصحابنا مستنيين، زحمه كتير. اصحابي ايه الاخبار؟ أيوة. احنا جايين لكم، احنا رايحين. أيوة لهم صح؟ احنا رايحين. انا أيوة. عارف انتوا واقفين بقالكم كتير، احنا جايين. يلا انا جاي لكم. وهقول لك حاجه، إيه؟ انت لو استبرت شويه. أيوة. واديتني فرصه ثواني هعمل ايه؟ كانت معايا الوقت، كانت معايا. ايوه مفتاح. انا يا عم مفتاح استنى، انا قصدي اديتني فرصه هعرفك على اصحابنا. ايوه ماشي انا واقف. بص يا عم مفتاح، ايه ده انت سامع اللي انا سامعاه؟ سندوتشات صح؟ ايوه في حد بيقول سندوتشات مربى بالقشطه. ايوه حاجه بس انا جاي مربى. ايوه انا جاي مربى. شفتوا يا اصحابي، عم مفتاح راح بسرعه 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 علشان يشوف يا ترى بقى مين بيطلب منه ايه، حاجه ساقعه ولا سندوتشات ولا ايه يا ترى. طيب بما ان كل اصحابنا دلوقتي مستنيين وعاملين زحمه كبيره قوي 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 على رصيف سكه حديد كوجي، فانا عاوزه اقول لكم يا اصحابي ان بصراحه يعني القطر العجيب ده هياخدكم في رحلات حلوه قوي قوي، وهنروح مع بعض الاماكن كتيره جدا جدا. فعاوزاكم يا اصحابي ايه بقى؟ عاوزاكم تصحصحوا معايا جدا جدا، وتفتحوا عينيكم وتطرطقوا ودانكم وتشغلوا المحركات اللي جواكم، ماشي؟ علشان احنا هنطلع رحله مع كل واحد من اصحابنا هيكلمنا. ها يا اصحابي، يا ترى جاهزين ولا مش جاهزين ولا ايه؟ خليني اقول لكم، علشان تبقوا من ركاب القطر العجيب وتشوفوا سواق القطر وكمان تشوفوا عم مفتاح، محتاجين تعرفوا ايه هي الطريقه اللي تركبوا بيها القطر. طب يا ترى هعرف الطريقه دي ازاي؟ اول حاجه يا اصحابي لازم اقطع تذكره. ايه ده؟ طب انا هقطع التذكره دي ازاي؟ طيب هو القطر العجيب ده متكون اصلا من كام عربيه؟ علشان تعرفوا كل الحاجات دي وتعرفوا ازاي تبقوا من ركاب القطر العجيب، يلا بينا بقى بسرعه يا اصحابي نروح نشوف الفيديو ده علشان نعرف ازاي نقطع التذكره ونكون من ركاب القطر العجيب. اعزائي المسافرين المنتظرين على رصيف المحطه، برجاء الانتباه، بعد قليل سيتحرك القطار العجيب من رصيف المحطة، فاستعدوا. عايز أقول لكل واحد فيكم تقدر تبقى من ركاب القطر العجيب وتبدأ رحلتك أول ما تقطع تذكرة باسمك من شباك التذاكر،
وده عن طريق انك تجاوب على سؤال حلقة حبيبتي مدارس الاحد اللي فاتت. فلو لسه ما شفتش الحلقة بسرعة روح شوفها على اليوتيوب، وتعالى اوام عشان تلحق القطر العجيب. اول عربية هتدخلها في رحلتك هي العربية اللي بنخزن فيها شنط السفر، عربية السفري. وعشان تكمل رحلتك ضروري تحط فيها 3 شنط مختلفين. هتاخد كل شنطة لما تجاوب على سؤال في 60 ثانية، ولما تجمع الثلاث شنط تقدر تكمل معانا رحلتك بسلام وتتحرك للعربية اللي بعدها. أكيد جعت وعطشت ومحتاج تاكل أو تشرب وتسلي نفسك في الرحلة، يبقى هنتقابل في العربية التانية، ودي هتكون عربية البوفيه. في العربية دي هتختار براحتك 3 مأكولات أو مشروبات من البوفيه، وطبعا كل مشروب أو وجبة بنوع سؤال مختلف تجاوبه في 45 ثانية. وأول ما تكمل 3 طلبات تقدر تتحرك بسرعة للعربية الأخيرة. جاهز للسرعة؟ مستعد؟ يبقى يلا معانا على عربية التربو، ودي فيها بنتحرك بثلاث سرعات مختلفة، وكل سؤال ضروري تجاوبه أسرع من اللي قبله. أول سؤال في التربو 30 ثانية، تاني سؤال 25 ثانية، تالت سؤال 20 ثانية بس. ولو قدرت توصل لأسرع سرعة في التربو تبقى كسبت معانا في الرحلة، واسمك هيتضاف للوحة الركاب العبقري. ونصيحتي ليك أيها الراكب العزيز، اسمع السؤال وركز فيه كويس، وأول ما اللمبة الصفرة تنور ابدأ إجابتك على طول. المزلقان مفتوح قدامك، فكر بسرعة وجاوب قبل ما الوقت يخلص والمزلقان يقفل والإشارة تبقى حمراء. ورجعنا لكم تاني يا أصحابي. ها يا ترى ركزتوا في الطريقة اللي فيها هتقدروا تقطعوا التذكرة علشان تبقوا من ركاب القطر العجيب؟ علشان نبقى من ركاب القطر العجيب يا أصحابي لازم نكون اتفرجنا على حلقة حبيبتي مدارس الأحد الجمعة اللي فاتت علشان نعرف نقطع التذكرة، وبعد كده بقى هنخش عربية ومن عربية نروح لعربية وبعديها نروح لعربية تالتة، وحاجات حلوة كتير قوي هنشوفها في كل عربية هتشوفوها معنا يعني، واحنا بنعمل مع بعض وبناخد اول كده راكب معانا. بس انا عاوزة اقول لكم حاجة يا اصحابي، لو حد من صحابنا كلمنا وكان صغير خالص وسنه اقل من 6 سنين، يا ترى هيركب معانا القطر العجيب ولا هنعمل ايه؟ طبعا هيركب معانا القطر العجيب، بس هو علشان سنه صغير هنقطع له نص تذكره باسمه، وساعتها هيخش على طول على القطر العجيب برضه لما يجاوب سؤال حلقه حبيبتي مدارس الاحد الجمعه اللي فاتت. طيب وبعدين هيدخل على طول على طول، مش هو طفل صغنطوط، هيخش على طول على طول على عربية الكانتين، وهيلاقي هناك حاجات حلوة كتيرة قوي قوي قوي، هيختار منها بقى كل الحاجات اللي هو عايزها، وساعتها هو كمان هيكسب معانا، وساعتها هياخد برضو شهادة زي بالظبط كل الركاب اللي هيكسبوا معانا سواء في عربية السفري أو عربية البوفيه أو عربية التربو. بس الطفل الصغنون ده هياخد شهادة الراكب السكر، وعاوز أقول لكم يا أصحابي إن كل الشهادات دي هتبقى موجودة على صفحة قناة كوزي على الفيسبوك. ومش بس كده، احنا كمان النهاردة وبكرة هنستنى كل الركاب اللي هتكسب معانا في كل العربيات ان هم يبعتوا لنا الصور بتاعتهم علشان تتحط في الشهادة، على اساس يعني ان هيئة سكة حديد كوزي بتهنئ الراكب فلان ايا كان اسمه ايه انه كسب معانا في العربية دي. ماشي؟ يا ترى بقى يا هل ترى مين هيكون اول راكب معانا في القطر العجيب؟ ويا ترى بقى هو مستعد معانا وجاهز لكل الأسئلة؟ وأكيد كده بيخطر في باله سؤال، طب هو لو مثلا في سؤال معرفهوش هيعمل ايه؟ يا ترى في حاجة ممكن تساعده؟ يا أصحابي فعلا احنا عملنا حساب الموضوع ده وقلنا ان في وسائل مساعدة ممكن تساعدك لو فردا معرفتش السؤال. طب يا ترى هما كام وسيلة مساعدة؟ هما 3. طب لو عايزين نعرفهم اكتر واكتر نادوا كده معايا يا اصحابي على عم مفتاح. يا عم مفتاح يا عم مفتاح تعالى قول لنا. ايوه سندوتشات ولا شاي المره دي؟ لا انا ولا عايزه سندوتشات ولا حاجه ساقعه ولا اي حاجه. امال عايزه ايه؟ انا عاوزه اصحابنا يعرفوا لو فردا في سؤال كده هم اتلخبطوا ما كانوش عارفين يجاوبوا، يا ترى هتعرف تساعدهم يا عم مفتاح؟ بتاعتي انا دي بقى.
طيب قول لهم يلا. معانا ثلاث محاولات. اول اختيار فيهم ايوه ان انا اقول خليك براحتك. يعني ايه خليك براحتك؟ يعني الوقت لما يعدي اعيده من الاول. ايوه صح. يعني مثلا يا اصحابي في عربيه السفري كان وقت السؤال 60 ثانيه. أيوة. يعني خليك براحتك ده لو انا عديت الوقت ده اعيده من الاول تاني؟ هتعيديه من الاول تاني يا كوره. طيب دي حلوه قوي 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 الوسيله دي. خليك براحتك اول واحده. تاني واحده بقى بدل مكانك. بدل مكانك. بدل مكانك دي انت اتسالت سؤال وانت مش عارف اجابته. عم المفتاح مش هيسيبك. هتعمل ايه يا عم المفتاح؟ هغير له السؤال على طول بسؤال تاني علشان خاطر يفوز ويكمل معانا. ده حلو قوي قوي. يعني فعلا يا عم مفتاح مع كل اصحابنا في بدل مكانك. أيوة. هيقدر يبدل السؤال بسؤال ويبقى في نفس المكان. صح كده؟ في نفس المكان ولو نجح في السؤال هيكمل بقيه العربيات. الله دي حاجه حلوه قوي قوي يا اصحابي. طب ايه كمان يا عم مفتاح تالت حاجه؟ تالت حاجه بقى واحلى حاجه موهبتك احلى. موهبتك احلى دي يا اصحابي لو بتعرف ترنم او بتعرف ترنمي او بتعرف تقول لحن جميل اتعلمته في الكنيسه او انت كمان اتعلمتي لحن جميل في الكنيسه نسمعه منكم كلنا اللي قاعدين في القطر. وكمان يعتبر انت كده كسبت وهتكمل معانا المسابقه. الله. يعني تالت حاجه كده ان موهبتك احلى. صح كده؟ تيجي نراجعهم. يلا بينا. اول واحده خليك براحتك. برافو. يعني هنعيد الوقت من الاول. ماشي. تاني واحده بدل مكانك. يعني هنعيد هنغير السؤال اللي انت اتسالته وما عرفتوش. هنبدل مكاننا بمكان تاني. برافو. وتالت حاجه تالت حاجه موهبتك احلى. يعني أيوة. ترنيمه او لحن انت بتحبه. ايوه بالظبط. شكرا قوي قوي يا عم مفتاح. طب شاي؟ طيب قوي. لا شكرا. سندوتش؟ لا 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 كمان بعد طيب الرحله ماشي. دي شكرا يا عم مفتاح. بصراحه يا اصحابي لولا عم مفتاح ما كناش هنعرف لو حد فينا مثلا معرفش سؤال كده كان ممكن يعمل ايه. طيب خلينا دلوقتي نشوف يا اصحابي بما ان اصحابنا مستنيين كتير قوي وعاملين زحمه وانا شايفاهم عاملين زحمه على الرصيف بتاع سكه حديد كوجي زحمه كبيره قوي قوي قوي. خلينا نشوف مع بعض يا اصحابي مين اول راكب هيركب معانا. معانا مريم. الو. الو. ايوه ازيك يا مريومه؟ ازيك يا توني عامله ايه؟ انا كويسه. انت كويسه يا مريم؟ طيب انا عايزه اطلب منك حاجه. ممكن نوطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ ماشي. بس افضلي قاعده قصاد التلفزيون عشان تشوفي الحاجات اللي هتظهر. ماشي. اوكي. شطوره يا مريم. طيب قولي لي انت منين يا مريم؟ المنصوره. اهلا اهلا بيك يا مريم. عندك كام سنه؟ 10. عندك 10 سنين. طيب قولي لي اتفرجنا على حلقه حبيبتي مدارس الاحد الجمعه اللي فاتت؟ صراحة؟ لا. طب يا ترى هنعرف ناخد التذكرة ولا لا؟ تيجي نجرب؟ نجرب ولا ايه؟ تعالي نجرب مع بعض. يلا خلينا نشوف دلوقتي يا مريومة أول سؤال بيقول ايه؟ السؤال بتاع حبيبتي مدارس الأحد في الحلقة اللي فاتت مين البطريرك اللي شهد بالحق في مجمع خلقدونية؟ واتنفى لبلد بعيدة. أثناسيوس. طيب أنا مش عايزاكي تجاوبي من غير ما تفكري كويس قوي 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 وتفكري تاني أكتر وأكتر وأكتر ونشوف. هيا فكري مين البطريرك اللي شهد بالحق في مجمع خلقدونية واتنفى لبلد بعيدة. البابا الكسندروس. فكري تاني فكري تاني مريومة. ولا ايه رأيك مثلا لو نروح نتفرج بسرعة 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 على حلقة حبيبتي مدارس الأحد على اليوتيوب وترجعي لنا تاني وتكلمينا تاني وانا هستناك يا مريومة عشان تركبي معانا القطر العجيب. ايه رأيك؟ طيب انا مستنياكي يا مريومه. ماشي. يلا خلينا نشوف مين الراكب تاني اللي هيكون معانا. معانا ميلاندا. الو ميلاندا. هلو يا ميلاندا ازيك يا ميلاندا؟ سامعاني؟
انت عندك كم سنه يا ميلاندا؟ ستة. عندك ستة يا روح، انت جميلة خالص. طيب قوليلي انت منين يا ميلاندا؟ مصر. من مصر؟ مدينة نصر. مدينة نصر، اوكي. انت سكراية خالص، انت عارفة علشان انت عندك ست سنين فانت كده هتقطعي معانا نص تذكرة عشان تخشي القطر العجيب. قوليلي اتفرجتي على حلقة حبيبتي مدرسة الأحد؟ طيب شطورة خالص، ده معناه ان انت جاهزة تسمعي السؤال بتاع حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه علشان تاخدي نص التذكرة وتخشي معانا تركبي القطر ونروح للكانتين. جاهزة؟ جاهزة. طيب خلينا نشوف مع بعض يا أصحابي، يا ترى سؤال حبيبتي مدارس الأحد لملندا هيكون بيقول ايه؟ السؤال بيقول قوليلنا ايه هي الآية بتاعة حلقة حبيبتي مدارس الأحد المرة اللي فاتت؟ تعجيل. طيب أنا هستأذنك يا ميلاندا، أنت بنوتة عسولة خالص، وإحنا كلنا وكل القطر العجيب وكل الركاب وأنا وعم مفتاح مبسوطين قوي إن أنت كلمتينا. روحي بسرعة بسرعة اتفرجي على حلقة حبيبتي مدارس الأحد وارجعي لنا تاني، ماشي؟ شكرا حبيبتي. طيب معانا اتصال تليفوني كمان من فيرينا. الو الو يا فيرو، ازيك؟ نشكر ربنا. شطوره حبيبتي. قولي لي طيب اتفرجتي على حلقه حبيبتي مدرس الاحد المره اللي فاتت؟ لا لا. طب ليه؟ كنت بتعملي ايه يوم الجمعه؟ ما اتفرجتيش ليه طيب في الاعاده؟ كنت بتدرس. يا روحي انت شطوره خالص. طيب أنا هستأذنك يا فيرو لو نتفرج على حلقة حبيبتي مدارس الأحد، لأن كان فيها معلومات حلوة قوي قوي قوي، وعلشان تخشي القطر العجيب لازم يا فيرو تقطعي تذكرة، والتذكرة دي لازم تبقى بسؤال من حبيبتي مدارس الأحد. فإيه رأيك نروح نتفرج عليها بسرعة بسرعة على الحلقة اللي فاتت في حبيبتي مدارس الأحد وتيجي بسرعة تكلمينا تاني، إيه رأيك؟ ماشي. ماشي يا روحي، شكرا ليكي، هنستناكي تكلمينا. طيب بصوا يا اصحابي، علشان واضح كل اللي بيكلمنا لسه مش فاهم قوي طبيعه المسابقه وطبيعه القطر العجيب، بصوا بالراحه كده، انا علشان اخد تذكره لازم اكون متفرج على حلقه حبيبتي مدارس الاحد. طب لو فردا فردا زي ما اصحابنا كانوا بيقولوا، ممكن يكون كان عندهم درس، او ممكن كانوا مثلا في الكنيسه او في مشوار مع بابا وماما، او حصل اي حاجه ومعرفوش يحضروا الحلقه، طب يعملوا ايه؟ اول لما يروحوا هيلاقوا الحلقه موجوده على اليوتيوب، محتاجين يتفرجوا عليها بسرعه بسرعه علشان اول لما نطلع بسرعه في برنامج توت توت يوم الحد يجوا معانا يتصلوا بينا يقوموا مجاوبين على سؤال حبيبتي مدارس الاحد علشان ياخدوا التذكرة، ماشي؟ طيب هفكركم بسرعة يا أصحابي إن إحنا عندنا القطر العجيب متكون من ثلاث عربيات. أول عربية هي عربية السفري، والعربية دي يا أصحابي فيها شنط كتير قوي قوي. استنى هقولكوا، في شنطة سمسونايت، وفي شنطة باك، وفي شنطة هاند باك، وفي شنط كتير قوي وترولي، وفي كرتونة كمان. كل واحد فيكم أول لما هيكلمنا هتحصل حاجة كده وهيختار ثلاث شنط، وهيبقى كل سؤال بشنطة مدته 60 ثانية، تمام؟ هناخد اتصال تليفوني كده من الراكبة هيلانا وارجع أفكركم بالعربيتين التانيين. يلا معانا الراكبة هيلانا. ألو؟ ألو؟ ازيك يا هيلو، عاملة إيه؟ ازيك يا ميس كريستين؟ أنا كويسة، أنت كويسة؟ الحمد لله. طيب حلو قوي يا هيلو، قولي لي انت منين يا هيلو؟ انا من القاهره. من القاهره، اهلا اهلا. عندك كام سنه؟ 11. اوكي. طيب اتفرجنا على حلقه حبيبتي مدارس الاحد؟ يعني نص نص. نص نص. طب خلينا نجرب كده ونشوف يا ترى هنعرف نقطع التذكره علشان نبقى من ركاب القطر العجيب ولا ايه؟ خلينا نشوف. الو. ايوه يا هيلو، سامعيني كده؟ اه. طيب خلينا نشوف يا ترى هنعرف نقطع التذكرة عشان نخش القطر العجيب ولا هنعمل ايه؟ ايه رأيك؟ ماشي. طيب تعالي نشوف مع بعض يا هيلو سؤال حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه؟ السؤال بيقول يا هيلو، مين البطريرك اللي شهد بالحق في مجمع خلقدونية واتنفى لبلد بعيدة؟
هو ده عليه وقت قد ايه؟ ده ملوش وقت، عايزاكي بس تفكري وتركزي وانا معاكي. طيب. هقولك السؤال تاني، مين البطريرك اللي شهد بالحق في مجمع خلقدونيا واتنفع لبلد بعيدة؟ مين البطريرك ده؟ البابا ساويرس الأنطاكي. البابا ايه؟ ساويرس الأنطاكي. فكري كويس، فكري كويس، وأول حرف من اسمه دال. دال؟ حاولت أسهلها لك، يا رب ما حدش ياخد باله يعني، وأول حرف دال. ها ركزي ركزي. مفيش طريقة تانية؟ لا مفيش أي طريقة تانية. طيب بصي يا هيلو، أنا هستأذنك نروح بسرعة بسرعة نتفرج على الحلقة، وإحنا هنستناكي تكلمينا تاني، ماشي؟ شكرا يا هيلو. طيب معانا اتصال تليفوني تاني من الراكبة مريومة. يا مريومة ازيك؟ ازيك؟ أنا كويسة، أنت كويسة؟ اه. طيب احنا مبسوطين قوي يا مريومة إن أنت كلمتينا النهاردة، قوليلي أنت منين؟ وعندك كام سنة؟ مريم. اه يا مريومة، أنت منين يا حبيبتي؟ أسيوط. من أسيوط، أهلا أهلا بأسيوط. طيب أنت عندك كام سنة؟ 10. طيب قوليلي، اتفرجتي على حلقة حبيبتي مدارس الأحد يوم الجمعة اللي فاتت؟ آه. طيب شطورة خالص، ده معناه ان انت مستعدة تجاوبي على السؤال عشان تاخدي التذكرة اللي هتدخلك القطر العجيب؟ آه. طيب ايه رأيك يا مريومة نشوف مع بعض يا ترى السؤال بتاع حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه؟ مين البطريرك اللي شهد بالحق في مجمع خلقدونيا واتنفى لبلد بعيدة؟ البابا بيسكور. يا ترى الإجابة صح ولا الإجابة غلط؟ فكرتي كويس؟ آه. مفكرة كويس قوي قوي قوي، شكلك اتفرجتي على الحلقة قوي يعني. كلها. برافو عليكي، انتي شطورة جدا جدا جدا، أنا مبسوطة منك قوي يا مريومة، انتي أول راكبة في القطر العجيب تقطع التذكرة علشان تدخل القطر العجيب. برافو عليكي حبيبتي، شطورة جدا، برافو. طيب انت جميلة. طيب بصي، انت عرفتي ان في ثلاث عربيات في القطر، سمعتي الفيديو صح؟ اه. في عربية السفري، وفي عربية البوفيه عشان هنبقى جعانين بقى فعايزين نخش على عربية البوفيه، وبعد كده في عربية التربو بقى فيها سرعات جامدة قوي. فخليني اشرح لك اول عربية عشان نبدأ مع بعض. عربية السفري هتظهر لنا دلوقتي عجلة كبيرة كده مليانة شنط كتيرة قوي، فأنا وانتي هنقول لها لفي عجلة بحماس كده جامد، فتقوم العجلة تفضل تلف 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 لغاية لما تقف على شنطة من الشنط، وبعد كده أنا وانتي هنشوف مع بعض يا ترى الشنطة دي جواها سؤال ايه، ونحاول نجاوبه، والإجابة هتكون في خلال 60 ثانية. أول لما هقولك ابدأي، أول ما هتشوفي اللمبة الصفراء نورت قدامك وهتلاقي عداد القطر عمال يقل يقل يقل، تبدأي تجاوبي. اتفقنا؟ اتفقنا يا مريوم. طيب دلوقتي العجلة قدامك على الشاشة صح كده؟ اه. طيب عايزة بقى بحماس قولي لها جامد لفي عجلة. جامد لفي عجلة. والعجلة عمالة بتلف تلف تلف تلف، وقفت على الترولي. السؤال بتاع الترولي بيقول أين عاش الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان؟ هعد 1 2 3، أول لما المزلقان اللمبة بتاعته تبقى صفرة تجاوبي على طول، ماشي؟ ماشي. 1 2 3، يلا. البحر الأحمر. خلينا نفكر اكتر واكتر يا مريومة، انت واثقة ان الانبا انطونيوس ابو الرهبان كان عايش في البحر الاحمر؟ البرية الشرقية. طب فكري اكتر واكتر، يعني عايزاكي توصلي القرار. احنا دلوقتي اللمبة الصفرة هتنور قدامنا والتايمر هيبدأ يعد، وانتي محتاجة تقوليلي يعني فكري كده، انتي قلتي حاجتين، فكري بقى دي ولا دي ولا دي جوه دي ولا ايه؟ يلا فكري. في اختيارات؟
لا انت اصلا خليني اقول لك حاجه، ما بيني وما بينك انت اصلا جاوبتي صح، بس فكري بقى الاجابه دي ولا الاجابه دي. يلا انت لسه معاكي 32 ثانيه. البريه الشرقيه اللي هي فين؟ البحر الاحمر. طب خلينا نشوف بقى مع بعض، بما انك قلتي كده خلينا نشوف يا ترى الاجابه ايه. برافو عليكي يا مريومة، انت بنوته شطوره خالص، انا حاولت الخبطك في الاول بس انت شطوره. هو كان فعلا في البريه وده كان في البحر الاحمر. انت برافو عليكي، انت كده جاوبتي معانا اول شنطه في عربيه السفري. برافو يا مريومة. مستعده علشان نقول للعجله تاني لفي عجله ونشوف تاني شنطه هتبقى ايه؟ طيب برافو عليكي حبيبتي شطوره. طيب دلوقتي هتظهر العجله قدامنا على الشاشه، وعايزه بحماسه كبيره قوي بقى يا مريومه تقولي لفي عجله. اتفقنا؟ اتفقنا. اول لما تظهر قدامك ماشي؟ يلا واحد اتنين تلاته. لفي عجله لفي عجله، والعجله عماله بتلف تلف 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 تلف. وقفت عند الهاند باج. طيب والسؤال ده يا حبيبتي سؤال اختياري ماشي؟ والسؤال بقى بيقول ايه هو الغاز اللي من غيره ما نقدرش نعيش؟ سؤال الهاند باج بيقولك ايه هو الغاز اللي من غيره ما نقدرش نعيش؟ ركزي في الاختيارات، اسمعيها مني، وبعد كده لما اللمبة تنور أصفر والتايمر يتحرك تبدأي تجاوبي. يا ترى هو الأكسجين ولا الماء ولا ثاني أكسيد الكربون ولا غاز النيتروجين؟ يلا يلا عشان المزلقان هينور دلوقتي أصفر ويبدأ التايمر يعد. الأكسجين. طب استني بقى لما المزلقان يفتح، استني قولي له معايا. يلا يا مزلقان افتح، قولي افتح افتح يا مزلقان بقى، يلا عايزين نجاوب. يلا يا مزلقان يلا اهو فتح. يا ترى السؤال انت قلتي الاجابه، ايوه ايه الغاز اللي مش بنقدر نعيش من غيره؟ الاكسجين. طب خلينا نوقف التايمر كده ونقول للمزلقان استنى استنى، خلينا نشوف اجابتنا دي يا ترى صح ولا غلط. برافو شطوره خالص يا مريومه، بجد انا فرحانه بيكي. فعلا الغاز اللي احنا مش بنقدر نعيش من غيره هو فعلا الاكسجين. برافو عليكي حبيبتي، انت كده جاوبتي معانا على تاني شنطه في عربيه السفري. كده فاضل لك شنطه واحده وتاخدي شهاده عربيه السفري. ها مستعده؟ طيب حلو جدا. دلوقتي برضو هتظهر قدامك عجله، وزي ما متعودين يا مريومة هنعمل ايه اول ما تظهر قدامنا؟ لفي عجلة. برافو، بس بحماسة بقى، عايزين حماسة اكتر، ده اخر سؤال في عربية السفري. يلا قولي لها كده بحماسة لفي عجلة. لفي عجلة. شطورة. وقفت عند شنطة السمسونايت، جاهزة علشان تعرفي السؤال بيقول ايه؟ طيب السؤال بيقول مين انا؟ مين يا ترى الشخصية اللي كانت حكيمة وقدرت تتعامل كده مع داوود النبي يعني تتصرف بطريقة حكيمة قوي قوي يعني، وقدرت تنقذ جوزها؟ يلا بقى يا مزلقان افتح. يلا المزلقان بيفتح. يلا قولي لنا يا مريومة الإجابة ايه؟ أبيجايل. طب قولي له يلا يا مزلقان اقفل ونشوف الإجابة صح ولا غلط. يلا يا مزلقان اقفل. شطورة أنت جميلة خالص. يا ترى الإجابة صح ولا غلط؟ برافو عليكي يا مريومة، أنت شطورة خالص. فعلا أبيجايل هي الشخصية الحكيمة اللي قدرت فعلا تهدي داوود الملك وفعلا أنقذت جوزها. برافو عليكي، أنت شطورة خالص خالص. وعاوزه اقول لك يا مريومه ان انت كده اخدتي شهاده، لان انت عديتي اول عربيه في عربيات القطر العجيب وهي عربيه السفري، فانت كده اخدتي شهاده. فاكره من الفيديو الشهاده دي هتبقى اسمها ايه؟ فاكره ولا اقول لك على طول؟ اقول لك على طول يا مريومه؟
اه. انت دلوقتي حبيبتي خدتي معانا شهادة الراكب الشاطر، برافو عليكي، شطورة جدا. ها بقى ما جوعتيش؟ يا روحي. ما دام جوعتي يبقى يلا بينا بسرعة بسرعة نروح على عربية البوفيه، ماشي؟ ماشي. عاوزة أقول لك بصراحة بقى يا مريومة، يعني بما إني سواق القطر العجيب، أنا رحت شفت العربية دي بنفسي، والعربية دي مليانة حاجات حلوة قوي، وعاوزاكي بصراحة لما تاخدي حاجة منها كده يفتكريني بحاجة. يعني عاوزة أقول لك العربية دي هتلاقي فيها ساندوتش، وهتلاقي فيها حاجة للتحلية، يعني هتلاقي دونتس، ولو عايز تشربي حاجة سخنة هتلاقي برضو مشروب ساخن. مش بس كده، ده أنا كمان عاملين حسابكم لو حبيتوا يعني الفشار وكده، فجايبين لكم فشار، وفي كمان تسالي، ففي حاجات حلوة قوي قوي في عربية البوفيه. بصراحة أنا محتارة، مش عارفة يا مريومة أنت ممكن تختاري إيه، فإيه رأيك؟ فكري كده، أنت محتاجة تختاري ثلاث حاجات من عربية البوفيه، ففكري كده إيه أول حاجة ممكن تختاريها. بس استني، صح، انا عاوزه اقول لك على حاجه، في عربيه البوفيه الوقت معانا هيقل شويه، احنا في عربيه السفري كان عندنا 60 ثانيه، لكن في عربيه البوفيه الوقت هيبقى 45 ثانيه، فمحتاجاكي تبقي مركزه عشان تجاوبي بسرعه، ماشي؟ ماشي. ماشي يا ماريو، ما شطوره. قولي لي بقى هتختاري ايه من البوفيه؟ فشار. فشار، هتبدأي بفشار على طول؟ ماشي خلاص، أنا كمان بحب الفشار. طيب خلينا نشوف مع بعض يا ترى الفشار محضر لنا سؤال عامل ازاي؟ ويا ترى أسئلة الفشار دي يا مريومة سؤال سهل ولا سؤال صعب؟ خلينا نشوف كده. السؤال بيقول بماذا أوقف الله العمل ببرج بابل؟ ركزي. خلينا نشوف المزلقان لما يفتح كده ويعمل اللمبه الصفراء. يلا قولي له بسرعه افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. يلا يا مزلقان بقى افتح يا مزلقان. يلا افتح. اه يلا يلا قولي لنا ربنا اوقف ازاي العمل في برج بابل. بلبل السنتهم. بلبل السنتهم. طيب خلينا نشوف كده مع بعض يا ترى فعلا الاجابه دي صح ولا غلط. خلينا نشوف كده. برافو عليك يا مريومة، فعلا انت شطورة خالص والإجابة صح، برافو عليك. طيب هي بقى هتختاري ايه تاني من البوفيه؟ احنا كده اخترنا الفشار وكده فاضل حاجات كتيرة قوي، فاكراهم؟ اه. فاضل ساندويتش، وفاضل دونتس، وفاضل مشروب ساخن، وفاضل تسالي، فاحنا محتاجين كده نشوف مع بعض يا ترى يا ترى احنا هناخد ايه؟ قولي لي كده. ساندوتش. هناخد ساندوتش، حلوه حلوه التركيبه دي، ان احنا الاول ناكل فشار وبعد كده ناخد ساندوتش كبير، ماشي خلاص انا موافقه. طيب خلينا نشوف مع بعض السؤال بتاع الساندوتش بيقول ايه؟ طيب بصي، احنا هيظهر قدامنا دلوقتي مريومه صورتين، هنبقى محتاجين نطلع ما بين الصورتين خمس اختلافات، ماشي؟ فمحتاجة تفتحي عينك جامد قوي 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 وتركزي في الصورتين عشان تطلعي الاختلافات دي، ماشي؟ طيب الصورة ظهرت قدامك، يلا. البنطلون. البنطلون، ايوه قولي لي كده اللون ده ايه واللون ده ايه؟ ساعديني. ازرق واصفر. ازرق واصفر، ده اول اختلاف، ايه كمان؟ ثورة. ركزي عشان المزلقين فاضل 40 ثانية، ايه كمان؟ ثورة. العلامة اللي فوق الرف، شطورة، ايه كمان؟ مكعبات. برافو عليكي المكعبات، شطورة، ايه كمان؟ الأقلام. الأقلام اللي هي فوق، برافو عليكي شطورة، فاضل لك واحدة، يلا عشان المزلقين. الصور. قلت ايه؟ ما سمعتكيش، قولي تاني. صور. الصورة اللي هي السمكة، برافو عليك يا مريومة، واضح ان الساندوتش عامل معاكي شغل عالي، برافو عليكي حبيبتي، انت شطورة جدا، وانا مبسوطة انك بتخلصي قبل كمان ما الوقت يعدي ومن غير ما تستخدمي اي وسائل مساعدة، بس
عاوزة أقولك أنت لو في أي وقت احتجتي عامة مفتاح هيجيلك بثلاث وسائل مساعدة حلوة قوي. ماشي؟ خليهم دايما في دماغك. طيب شطوره، يبقى احنا كده خدنا فشار وخدنا ساندويتش، كده فاضل لنا نختار حاجه كمان. يا ترى هتختاري ايه؟ هتختاري دونت ولا هتختاري تسالي ولا نشرب حاجه سخنه بقى عشان احنا كلنا كتير يعني؟ تسالي. تسالي، اوكي. يا ترى التسالي هتبقى محضره لنا ايه؟ تفتكري هيبقى سؤال سهل؟ تفتكري السؤال سهل ولا مش سهل؟ قوليلي. اوكي. طيب في سؤال التسالي، سؤال جميل قوي قوي وفكرته مختلفه. هنجيب لك كلمات كده وهنقول لك انك ترتبيها علشان تطلع ايه. ماشي؟ ماشي. طيب بصي كده على الكلمات وما تتلخبطيش. ماشي؟ طيب بصي على الكلام، عليه كل همكم ملقين. يلا قولي للمزلقان افتح. استني يلا قولي للمزلقان افتح. يا مزلقان يا مزلقان افتح، يا مزلقان افتح. يلا يا مزلقان افتح، يلا ابدأي. ملقين كل همكم عليه. ملقين كل همكم عليه. يلا قولي للمزلقان اقفل عشان نشوف الإجابة صح ولا غلط. يا مزلقان اقفل. يا مزلقان اقفل. يا ترى فعلا ترتيب الآية زي ما مريومة قالت، ملقين كل همكم عليه. برافو عليكي يا مريومة، انا مبسوطه جدا ان انت كمان حافظه ايات. برافو عليكي حبيبتي، انت شطوره خالص. انت عارفه انت كده خدتي كام شهاده؟ كام؟ احنا كده خدنا شهادتين. خدنا اول شهاده من عربيه السفري بانك الراكبه الشاطره، وتاني شهاده خدناها من عربيه البوفيه لما اخترنا حاجات كده ناكلها ونحل بيها ونتسلى وكده، وخدنا شهاده برده للراكب الممتاز. احنا كده يا مريومه داخلين على اخر عربيه في القطر العجيب، والعربيه دي مريومه محتاجه تركيز قوي. العربيه دي عربيه التربو. العربيه دي فيها 3 اسئله، كل سؤال يا حبيبتي الوقت بتاعه اقل من السؤال اللي قبله. يعني اول سؤال هيبقى 30 ثانيه، السؤال اللي بعده هيبقى 25 ثانيه، السؤال اللي بعده هيبقى 20 ثانيه. فمحتاجاكي تركزي كويس جدا 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 في الاسئله وفي الوقت، ونقول للمزلقان افتح ونبدا نجاوب. اتفقنا؟ برافو عليكي حبيبتي شطوره. طيب خلينا نشوف مع بعض دلوقتي يا مريومه، يا ترى السؤال اللي في عربية التربو للراكبة الشطورة والممتازة مريومة هيكون ايه؟ خلينا نشوف كده مع بعض السؤال بيقول ايه؟ ايه هي اكتر الكائنات الحية عددا على الارض؟ يا ترى هي الديدان ولا الديناصورات ولا الجمال ولا القطط؟ ومعاكي 30 ثانية أول لما هقول للمزلقان افتح، وفكري كويس قوي، ولو احتجتي وسائل مساعدة ننادي على عم مفتاح. يلا 1 2 3 افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. يلا فكري انت في الإجابة. يلا ايه أكتر الكائنات اللي عددهم كتير قوي 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 على الأرض؟ يا ترى القطط ولا الجمال ولا الديناصورات ولا الديدان؟ الديدان. طيب نقول للمزلقان يقف ولا تفكري تاني؟ نقول للمزلقان يقف. المزلقان وقف. خلينا نشوف كده مع بعض، يا ترى فعلا مريومة جاوبت صح على أول سؤال في عربية التربو، وفعلا يا ترى إيه أكتر الكائنات عددا على الأرض زي اللي هي الديدان ولا إيه؟ خلينا نشوف كده مع بعض يا أصحابي. برافو عليك يا مريومة، أنت شطورة، أنت كده فعلا جاوبتي على أول سؤال في عربية التربو. جاهزة عشان تشوفي إيه هو السؤال التاني في عربية التربو؟ طيب خدي بالك ان السؤال التاني الثواني بتاعته اقل. ماشي؟ ماشي. خلينا نشوف مع بعض يا اصحابي ومريومة الشطورة خالص اللي عدت اول عربيتين، عربية السفري وكمان عربية البوفيه،
ودخلت معانا على عربية التربو وجاوبت على أول سؤال اللي فيه أصلاً الوقت كان قليل. يا ترى هتقدر تجاوب السؤال التاني والتالت وقتهم أقل أكتر وأكتر، ولا يا ترى هتعمل إيه؟ خلينا نشوف مع بعض كده يا مريومة. تاني سؤال في عربية التربو بيقول إيه؟ السؤال بيقول أين يعيش حيوان الكانجرو؟ يلا افتحي المزلقان قبل ما تجاوبي، قولي له يلا افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. والمزلقان اتفتح. يا ترى بقى أين يعيش حيوان الكانجرو؟ عم مفتاح. مش سامعاكي. أنت عايزة عم مفتاح؟ آه. طب فكرتي كويس؟ طيب خلاص مفيش، أنت شطورة جدا جدا. يلا النادي مع بعض على العم مفتاح، قولي له يلا عاوزاك يا عم مفتاح. يلا عاوزاك يا عم مفتاح. ايوه ايوه يا مريومي حبيبتي، ايه الاخبار؟ انا شايفك شاطره جدا وعديت في اول عربيه وتاني عربيه ودخلت على ثالث عربيه. يا مريوم ده انت شاطره قوي قوي قوي. عايزه اقول لك يا عم مفتاح جاوبت على اول سؤال كمان في ثالث عربيه، عربيه التربو. اه فهي بس في سؤال كده هي وقفت فيه شويه فراحت طلباكي عم مفتاح، وانت بصراحه كنت وحشني قوي فاستنيكي. وعلى فكره انا مش هسيبك يا مريوم غير لما اساعدك عشان تكملي. ايوه طيب ممكن تفكرنا كده يا عم مفتاح، فكر مريومة ايه الثلاث وسائل عشان تختار منهم؟ اول وسيله مساعده يا مريوم عندك بتقول ايه؟ خليك براحتك، يعني الوقت اللي فاتك يا مريوم ممكن نعيده من الاول على نفس السؤال. تاني وسيله مساعده بتقول يا مريوم بدل مكانك، يعني السؤال اللي انت مش عارفاه هنغيره لك ونجيب لك سؤال تاني. تالت وسيله بقى يا مريوم ان انت تسمعينا ترنيمه او لحن انت حافظاه. موهبتك يعني احلى. موهبتك احلى، برافو. تحبي يا مريومة؟ هتختاري ايه يا مريوم؟ تختاري انهي وسيلة مساعدة زي ما عم مفتاح بيقولك؟ هنعيد الوقت ولا نبدل المكان ولا موهبتك احلى؟ الاولانية. خليك براحتك، خليكي براحتك يعني؟ انت كده عايزة تفكري في السؤال تاني يا مريومة وتعيدي الوقت؟ فكري صح، انت اصلا الوقت خلص منك وانت ما كنتيش عارفة تجاوبي؟ ولا انت محتاجه مثلا موهبتك احلى فتقولي ترنيمه او تقولي لحن او تقولي اي حاجه فتطلعي على طول لاخر سؤال في العربيه، ولا تبدلي السؤال بسؤال تاني يبقى تاني وسيله مساعده اللي هو بدل مكانك؟ اول واحده برضه. اوكي يبقى انت اخترتي اول واحده، خليك براحتك. احنا كده هنعيد الوقت من تاني. تمام. فاعتقد كده يا عم مفتاح ان هي هتكون جهزت الاجابه في دماغها. ماشي. صح كده؟ احنا هنقول القطر مريوم هتكون براحتها وهنجيب الوقت من الاول. ماشي يلا يا قطر جيب لنا الوقت من الاول عشان مريومه خدت اول وسيله مساعده من عم مفتاح، خليك براحتك. شكرا ليك جدا يا عم مفتاح. يا مريوم لو عوزتيني هجيلك تاني. يلا الوقت دلوقتي بيتعاد معاك يا مريومه. والسؤال كان بيقول أين يعيش حيوان الكانجرو؟ استراليا. والمزلقان قولي للمزلقان يلا افتح يا مزلقان الأول. افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. يلا مزلقان فتح. العداد بدأ بيعد لتحت ولا لسه؟ يا مزلقان افتح قولي بقى الإجابة دلوقتي. الإجابة بتقول استراليا. طيب ونقول للمزلقان اقفل، والمزلقان قفل. برافو عليكي حبيبتي، انت شطوره خالص. انت عارفه انت كده فاضلك سؤال واحد يا مريومه وهتبقي اول راكبه في القطر العجيب تقطع التذكره وتمر بكل العربيات وتوصل لاخر سؤال، ولو جاوبتي السؤال الجاي صح هتكوني اخدتي الشهاده بتاعه الراكب العبقري. ها جاهزه؟ اه. طيب بس بفكرك ان مدة السؤال يا مريومة 20 ثانية بس، فمحتاجاكي تركزي كويس جدا جدا جدا. وبفكرك لو احتجتي عم مفتاح ما بعدش عننا كتير، لسه في العربية اللي ورانا، يعني لسه فاضل لنا وسيلتين مساعدة. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا مريومة، خلينا نشوف مع بعض دلوقتي يا مريومة مع كل الركاب كمان المستنيين يعني على الرصيف معاكي، يا ترى السؤال الأخير في عربية التربو هو ايه؟
السؤال بيقول كام عدد الدول العربية؟ السؤال بيقول كام عدد الدول العربية؟ هذا مفتاح. يلا خلينا، أنا ما سمعتكيش، قولي تاني. عاوزة عمو مفتاح؟ أوه. يلا بينا ندي على عمو مفتاح. يلا عاوزينك يا عمو مفتاح، قولي له يا عمو مفتاح تعالى. يا عمو مفتاح تعالى. ايوه 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 يا مريوم يا حبيبتي، انا سامعك من العربيه الثانيه وجيت للجري اهو. انت شاطر قوي قوي يا عمو مفتاح وبتيجي بسرعه. أيوة برافو. أيوة. عليك. انا شاطر جدا. ايوه بس بقى هي مريوم شطوره خالص وكده، فاضل لها كام وسيله مساعده؟ اتنين يا مريوم يا شطوره. طيب فكرها بيهم. فاضل لك وسيله بتاعت غير مكانك. بدل مكانك. بدل مكانك. تغير السؤال. وفاضل لك بتاعت موهبتك احلى، تختاري. أيوة. انهي واحده؟ هيا يا مريومه، هتغيري مكانك في القطر ولا تسمعينا موهبتك الحلوه؟ موهبتك. موهبتك؟ هترنمي ولا تقولي لحن جميل؟ لحن. طب يلا. الله، دي حاجه حلوه قوي. طب بصي يا عم مفتاح، انا هروح العربيه الثانيه وهسمعه وانا هناك. ايوه بس ماشي؟ يعني حاول اخليك قريب عشان تسمعه كويس. انا بجهز بس السندوتشات. ماشي خلاص، ما تاخرش علينا. ماشي خلاص، احنا دلوقتي يا مريومه كلنا مستنيين نسمع منك موهبتك الحلوه قوي قوي قوي، عشان هتبقي اول راكبه شطوره معانا وعبقريه كسبت معانا في القطر العجيب. يلا قولي لنا الموهبه بتاعتك. يلا. آمين 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 تون سانا تون توكي ري كاتان جي لومين كي أغيان دو أنا أستاسير كيتين أنا لي إبسين تو إنسيس أورانيس أمولو غومي سينومين سيشلو خالص خالص يا مريومه. انت مش متخيله انا فرحانه بيكي ازاي. خدي سقفه كبيره قوي قوي قوي. برافو، انت شطوره جدا جدا جدا، وبجد موهبتك رائعه، وفعلا كلنا مبسوطين جدا جدا بيكي يا مريومه. انت كنتي اول راكبه شطوره عبقريه كسبت معانا شهاده الراكب العبقري، اللي عدت عربيه السفري وعربية البوفيه وكمان عربية التربو. أنا مبسوطة منك جدا يا مريومة. خليني أقولك إن الشهادة بتاعتك هتبقى موجودة على صفحة قناة كوجي على الفيسبوك، وهنحتاج منك تبعتلنا الصورة بتاعتك النهاردة أو بالكتير بالكتير بكرة، ما تتأخريش يعني، علشان الشهادة يبقى محطوط فيها الصورة بتاعتك. اتفقنا؟ اتفقنا. شكرا جدا يا مريومة. وعاوزه اقول لك على حاجه كمان، انت ليكي هديه كبيره قوي من كوجي، بس هي مفاجاه هتتفاجئي بيها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب انا عاوزه اقول لك يا مريومة ان بجد انا مبسوطه بيكي قوي قوي قوي، ومبسوطه ان انت كمان بتحضري حبيبتي مدارس الاحد، عشان انت بنوته شطوره، واكيد اكيد انت محتاجه تقولي لنا حاجه صح؟ عايزه تقولي. انا ما سمعتكيش، قولي تاني. بحبها جدا يا روحي انت. احنا كمان وكل قناه كوجي بكوجي وكل البرامج وكل الناس اللي فيها بيحبوكي جدا جدا جدا. طيب احنا عايزه اقولك زي ما كنت لسه بحكي لك عن الشهاده بتاعتك، انا هخليكي دلوقتي تشوفي الشهاده، وكمان شويه هتلاقيها موجوده على صفحه قناه كوجي على الفيسبوك. هيبقى الشهاده مكتوب عليها اسمك وانك كسبتي، وان انت الراكب العبقري اللي كسب معانا في القطر العجيب، ومستنيه الصوره بتاعتك، عشان مريومة الجميله بقت هي الراكبه العبقريه اللي كسبت معانا في القطر العجيب. ارجعي معانا للكنترول، ما تقفليش يا مريومة، علشان ياخدوا منك
تعرفي هتاخدي من هياخدوا منك الصوره امتى. ماشي ماشي اوكي. شكرا ليك يا مريومه جدا، وشكرا لكل اصحابنا اللي بيتابعونا وكمان بيتفرجوا علينا. واعتقد مع مريومه الفكره وضحت اكتر واكتر، وعرفنا ازاي نقطع التذكره عشان نخش القطر العجيب. بس عاوزه اقول لكم يا اصحابي ان دلوقتي القطر خلاص وصل لمحطه الاستراحه، فهننزل بسرعه مع اصحابي وكل الركاب المستنيين على الرصيف سكه حديد كوجي، نسمع حاجه حلوه قوي قوي مع بعض ونرجع تاني عشان نكمل رحلتنا. عاشت مريم المصرية في حياة مليانة خطية، عاشت مريم المصرية في حياة مليانة خطية. ولما راحت الكنيسة عند الباب وقفت رجليها، ولما راحت الكنيسة عند الباب وقفت رجليها، ولمس قلبها غيرتي فكرها، المس قلبي وغير فكري. زي القديسين زي القديسين زي القديسين معاشوا نفسي اكون زيهم، وتغير يا رب حياتي زي ما غيرتهم. زي القديسين عاشوا نفسي أكون زيهم، وتغير يا رب حياتي زي ما غيرتهم. من محطة الاستراحة، وزي ما انتوا شفتوا احنا رنمنا مع كل الركاب اللي عاملين زحمة كتيرة قوي على الرصيف، رنمنا ترنيمة حلوة قوي قوي.
ودايما شفته قبل ما نروح محطة الاستراحة إن كانت معانا الراكبة مريم مايكل، وكانت الراكبة العبقرية لأن هي عدت معانا الثلاث عربيات بتوع القطر العجيب. فإحنا دلوقتي هنشوف يا ترى مين الراكب أو الراكبة اللي هيكلمونا ويقطعوا التذكرة. طيب معانا دلوقتي مريم عماد، معانا ميريام. ألو؟ ألو يا مريومة، ازيك؟ كويسة. ايه الأخبار يا مريومة، كنت متابعانا من أول الحلقة؟ طيب حلوة جدا. يا ترى اتفرجتي على حلقة حبيبتي مدارس الأحد الجمعة اللي فاتت؟ طيب شطورة قوي. قوليلي الأول، انت منين يا مريومة؟ من القاهرة. من القاهرة، أهلا بيكي. وعندك كم سنة؟ 13. اوكي طيب قوليلي، انت مركزة في نظام المسابقة وعرفتي ازاي تقطعي التذكرة بتاعة القطر العجيب؟ طيب حلو قوي. يعني انت دلوقتي جاهزة علشان نشوف مع بعض ايه هو سؤال حلقة حبيبتي مدارس الأحد؟ جاهزة. طيب خلينا دلوقتي يا مريومة نشوف مع بعض يا ترى سؤال حلقة حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه؟ السؤال بيقول ازاي أسلك كمسيحي حقيقي؟ يلا. فاكرة الحلقة كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ نعم؟ فاكرة في حلقة حبيبتي مدارس الأحد الجمعة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الحقيقة يعني. برافو برافو عليكي، كنا بنتكلم عن الحق. وساعتها ميس ريموندا كانت بتتكلم معانا عن الحق وقالت حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وكان من ضمنها إجابة السؤال ده. ففكري، لو فكرتي قوي 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 هتعرفي تجاوبيه. السؤال بيقول ازاي أسلك كمسيحي حقيقي؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أبقى مسيحي؟ أعمل إيه عشان أبقى فعلاً بنت ربنا وعلى صورته ومثاله؟ قوليلي كده أعمل إيه؟ إن أنا مفروض يعني أقول الحقيقة وما أكدبش. إن أنا أقول الحقيقة وما أكدبش؟ أقول الحق، إيه كمان؟ ومثلا في الكتاب المقدس، وان انا اكيد اقرا في الكتاب المقدس، وايه كمان؟ واصلي واروح الكنيسه. واكيد اصلي واروح الكنيسه. طب في الكنيسه بعمل ايه كمان؟ قوليلي اكتر. يعني بحضر مثلا قداسات ولا؟ ايوه بنحضر قداسات. اوكي طب وفي حاجه ممكن اكون بعملها كده في القداس او مع ابونا كده يعني؟ التناول. برافو عليك، التناول. وقبل المفروض ما تناول اقعد مع ابونا كده، اسمه سر ايه؟ الاعتراف. برافو عليكي شطوره. في حاجه تاني في دماغك اعملها علشان ابقى مسيحي حقيقي ويتقال عليا فعلا اني على صوره الله ومثاله؟ لا. انت عامه قلتي حاجات حلوه وكتير، شطوره. برافو عليكي، برافو برافو برافو، انت شطوره حبيبتي. طيب انت كده عاوزه اقول لك ان انت قطعتي معانا تذكره عشان تخشي القطر العجيب. طيب انت فاكره القطر بتاعنا بيتكون من ثلاث عربيات صح كده؟ صح. عربيه السفري وعربيه البوفيه عشان هنكون جعنا، وبعد كده عربيه التربو. طيب جاهزه علشان نشوف مع بعض عربيه السفري؟ جاهزه. طيب احنا هتظهر قدامنا كمان شويه كده العجله، هنقول مع بعض لفي عجلة يا مريومة، وما تجاوبيش أول لما نشوف العجلة ونشوف الشنطة والشنطة تظهر يظهر منها السؤال، ما تجاوبيش من غير لما المزلقان يفتح. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا مع بعض دلوقتي، أكيد العجلة تظهر قدامك على الشاشة. قولي معايا يلا لفي عجلة. لفي عجلة. لفي عجلة. والعجلة عمالة بتلف تلف 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 تلف، ويا ترى هتقف عند فين؟ على اي شنطه؟ الله، دي وقفت عند شنطه السامسونايت. احنا هنشوف مع بعض السؤال بيقول مين انا، ومش هتجاوبي من غير لما المزلقان يفتح، ماشي؟ السؤال بيقول ايه؟ كنت عايش متوحد في الطاحونه، يا ترى انا مين؟ استني نقول للمزلقان الاول افتح. يلا قولي له افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان يلا. والعداد عمال بيعد يعد يعد. ها الإجابة؟ البابا كرولوس. البابا كرولوس.
خلينا نقول للمزلقان يقفل ولا نفكر تاني لتكون الإجابة غلط؟ لا يقفل. نخليه يقفل ونشوف يا ترى الإجابة صح ولا غلط. برافو عليكي حبيبتي، انتي شطورة خالص. فعلا هو البابا كرولوس هو فعلا الشخص اللي كان متوحد وكان عايش في الطاحونة. برافو عليكي، انتي كده يا ميريام قطعتي معانا التذكرة اللي هتدخلك القطر العجيب، وكمان مش بس كده، ده انتي جاوبتي على اول سؤال في عربية السفري. ها يلا العجلة هتظهر قدامنا تاني، عايزين نقول بحماسة لفي عجلة. ماشي يلا قولي لها 1 2 3. لفي عجلة لفي عجلة. والعجلة عمالة بتلف تلف 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 تلف، ويا ترى هتقف عند أنهي شنطة؟ الله، دي وقفت عند شنطة الهاند باج. دي شنطة حلوة قوي قوي، والأسئلة بتاعتها سهلة لأن هي بتكون أسئلة اختياري. فخلينا نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه. مين من بين الحيوانات اللي أنا هقولها لك دلوقتي هو الحيوان الأسرع؟ أسرع واحد فيهم مين؟ يا ترى الجمل ولا الفهد ولا الحصان ولا الفيل؟ قولي معايا. افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان. والمزلقان دلوقتي هيفتح. ها مين من الحيوانات دي هو اكتر حيوان سريع؟ الفهد. واسكة واسكة، يعني مش حاجة تانية تكون اسرع منه شوية؟ لا واسكة واسكة اكيد يعني. طيب يعني نقول للمزلقان يقفل ولا نفكر تاني؟ لا نقول للمزلقان يقفل. طب يلا قولي له بقى اقفل يا مزلقان. اقفل يا مزلقان. يلا يا مزلقان اقفل، وخلينا نشوف اجابة ميريام لما قالت الفهد صح ولا غلط. شطورة يا ميريام، برافو عليكي حبيبتي. فعلا الفهد هو من اكتر الحيوانات السريعة قوي 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 قوي، وعايزة اقول لك ان سرعتها يعني انتي مش متخيله هو بيجري بسرعه قد ايه. يعني هو بيجري بسرعه جدا، اسرع من كل حاجه ممكن تتخيليها، حتى كمان اسرع من العربيات اللي هي بيتقال عليها ان هي اكتر عربيات سريعه. لا الفهد كمان بيبقى بيجري اسرع منها. فانت اجابتك صح، برافو عليك يا ميريام. طيب انا بفكرك لو احتجتي عم مفتاح في اي وقت سهل جدا اجيبه من اي عربيه، لانه معايا 3 وسائل مساعده، لو احتجتيهم افتكري دايما عم مفتاح. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب جاهزه معايا علشان نشوف مع بعض يا ترى يا هل ترى تالت شنطه العجله انت هتقولي لها لفي 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 وهتقف، يا ترى هتكون ايه؟ جاهزه عشان نقول للعجله لفي عجله؟ جاهزه. يلا بينا قولي لها لفي عجله. لفي عجله. والعجلة بتلف تلف 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 تلف، يا ترى هتقف فين؟ يا ترى هتقف فين؟ الله، وقفت على شنطة الباك، وشنطة الباك دي بتسأل عن أعداد حاجة، وعايزين نعرف الأعداد دي يا ترى إيه، ويا ترى إيه هو السؤال أصلاً؟ خلينا نشوف كده مع بعض. السؤال بيقول يا ميريام كم عدد حروف اللغة القبطية؟ عايزين نعرف ايه هو عدد حروف اللغة القبطية. يلا نقول للمزلقان افتح. يا مزلقان افتح. شطورة، والمزلقان دلوقتي فتح. فكري يلا. عدد الحروف القبطية قد ايه؟ وخليكي دايما فاكره عم مفتاح. 32 حرف. فكري فكري شويه ولا نقفل المزلقان؟ 32 حرف. لا اقفلي خلاص. خلاص نقول للمزلقان. يلا قولي له انت اقفلي مزلقان. اقفل يا مزلقان. اقفل يا مزلقان. خلينا نشوف إجابة ميريام، يا ترى عدد حروف اللغة القبطية 32 ولا أزيد شوية ولا أقل شوية؟ برافو عليك يا ميريام، أنت شطورة خالص. فعلا عدد حروف اللغة القبطية هو فعلا 32 حرف. أنت عارفة أنت كده عديتي عربية إيه؟ أه عربية إيه فكريني؟
عربية السفاري. برافو عليك، عربية السفاري. وانت كده يا ميريام خدتي معانا شهادة الراكب الشاطر. برافو عليك يا ميريام، انت شطورة قوي. واكيد زي ما كنا مع الراكبة مريم اللي كسبت معانا، وان شاء الله انت كمان تكسبي معانا، اكيد جوعنا عشان احنا عمالين نشيل في الشنط كتير بقى وداخلين عربية السفاري. تيجي بسرعة نروح على البوفيه وتشوفي انت هتختاري ايه؟ ماشي يلا. طيب عربية البوفيه هفكرك فيها سندوتش، وفيها دونتس لو بتحبي الحاجات الحلوة، وفيها فشار، وفيها لو عايز تشربي حاجة سخنة، وفيها كمان تسالي. هتختاري ثلاث حاجات، شوفي أول حاجة تختاريها إيه، قوليلي كده. ساندويتش. هتختاري؟ ساندويتش. الساندويتش، أوكي. خلينا نشوف مع بعض يا ترى الساندويتش هيبقى فيه إيه؟ السؤال يا ترى بيقول إيه؟ السؤال ده فتحي عينيكي جامد قوي 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 وبصي عليها عشان تعرفي الصورة اللي هتظهر لك دي صورة إيه. والعداد بيعد. معاكي 45 ثانية تقولي لنا الصورة دي صورة إيه. ركزي. محتاجة عمو مفتاح. محتاجة عمو مفتاح؟ يا مش عايزة تفكري تاني؟ خلاص يلا بينا يا مريم ننادي على عمو مفتاح. قولي له تعالى يا عمو مفتاح. تعالى يا عمو مفتاح. أيوة 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 يا مريم، إيه الأخبار؟ تمام. أنا قاعد في عربية البوفيه سامعك، دي أنت شاطرة خالص يا مريم. دي شطورة خالص خالص. وبدأت بالساندوتش، بس شكل السؤال يعني في الصورة ما كانش يعني أحسن حاجة، فإحنا أنا هديك ساندوتش أحسن منه. أيوة. بص يا مريم، ممكن تفكرها أو يا عمو مفتاح. أنت معاكي ثلاث اختيارات يقدروا يساعدوكي. أول اختيار يا مريم إن أنت تخليكي براحتك، يعني الوقت اللي فاتك هنعيده من الاول. يعني ال 45 ثانيه يا مريم نعيدهم من الاول، ده اول اختيار خليكي براحتك. بالظبط كده. تاني اختيار؟ تاني اختيار يا مريم اللي هو بنقول ايه فيه؟ بدل مكانك. يعني المكان اللي مش عاجبك هتغيريه. طب يعني ايه؟ هنغير السؤال يا مريم. بالظبط، هنغير السؤال ده بسؤال تاني وهتفضلي في نفس المكان. بالظبط كده. طيب وتالت حاجه؟ تالت محاوله معاكي اللي هي موهبتك احلى. بالظبط، موهبتك احلى. تقولي ترنيمه، تقولي لحن او لحن. برافو. مزمور. حاجات حلوه كتير انت حافظاها. تختاري ايه يا مريم؟ لا الوقت نعيد من الاول. نعيد الوقت من الاول. طيب اتفع. احنا هنطلب من القطر يعيد الوقت من الاول. يلا يا قطر عيد الوقت من الاول تاني ال 45 ثانيه عشان مريم تجاوب على السؤال. شد حيلك يا مريم. يلا. باي باي. والمزلقان فتح. يلا يا مريم فتحي عينيكي كويس قوي وفكري يا ترى دي صورة ايه؟ يلا يا مريم يا مريم يا مريم. قلعة كايت باي. كايت باي. هنقول المزلقان يقفل؟ يلا يا مزلقان اقفل ونشوف يا ترى مريم شافت المكان ده صح، قلعة قايتباي ولا ايه؟ برافو عليك يا مريم، انت شطورة خالص. برافو برافو. فعلا احنا لما عيدنا الوقت من الاول ركزنا اكتر واكتر وعرفنا ان هي قلعة قايتباي. طيب جاهزة علشان نختار حاجة تانية من البوفيه؟ جاهزة. طيب يلا بينا نشوف ايه تاني عندنا في البوفيه. عندنا دونتس، وعندنا مشروب ساخن، وعندنا فشار، وعندنا تسالي. ها فشار. فشار اوكي. يا ترى الفشار المره دي هيكون مجهز لنا ايه؟ خلينا نشوف مع بعض الفشار بيقول لنا ايه. السؤال خليكي بقى مركزه معايا كويس قوي. الفشار بيقول مريم انت معايا؟ الو شكل الخط قطع. يا مريم الفشار كان محضر لك سؤال حلو قوي، انا مستنيكي كلمينا تاني، واول ما هكلمينا تاني هنبدا تاني من نفس سؤال الفشار. هو واضح ان في حاجه في الشبكه فالخط قاطع، فهنستناكي. احنا هنحاول نكلمك وانت برضو حاولي تكلمينا. ماشي. طيب معانا راكبه كمان هتركب معانا القطر العجيب وهي ميرولا. الو. الو يا ميرولا ازيك؟ كويسه.
كنت بتتفرجي معانا على الحلقة من الأول خالص؟ طيب شطورة شطورة. مش طيب. من الأول خالص يعني، من الأول خالص يعني، نص نص يعني؟ طيب المهم يعني اتفرجتي طيب على حلقة حبيبتي مدرسة الأحد الجمعة اللي فاتت؟ ميرولا انتي سامعيني؟ طيب بقول لك اتفرجتي على حلقة حبيبتي مدرسة الأحد الجمعة اللي فاتت؟ لا. طب انتي عندك كام سنة؟ 8. 8. طيب ايه رأيك نحاول كده مع بعض نجرب في سؤال في حلقة حبيبتي مدارس الأحد، ولا تحبي تروحي تتفرجي عليها وترجعي تكلميني على طول؟ ايه رأيك نجرب سؤال؟ نجرب سؤال. ماشي خلاص، خلينا نجرب كده معاكي يا حبيبتي سؤال حلقة حبيبتي مدارس الأحد، يمكن تعرفي تجاوبي ساعتها تقطعي تذكرة. السؤال بيقول ايه بقى جميرولا؟ ركزي، يا ترى ايه هو الطلب اللي طلبه سليمان الملك من ربنا في بداية حكمه؟ يا ترى طلب من ربنا ايه؟ فكري كده يا ميرولا. الحكمة. الحكمة، الله، فعلا انتي شطورة خالص، برافو عليكي، انا مبسوطة منك ان انتي معلوماتك قوية وعرفتي ان فعلا سليمان طلب من ربنا الحكمة في بداية حكمه. بس أنا ممكن أطلب منك طلب وتسمعي كلامي؟ ممكن بعد إذنك لو حلقة حبيبتي مدرسة الأحد فاتت مننا نبص عليها على طول في الإعادة أو على اليوتيوب علشان نعرف المعلومات اللي فيها، ولما تشاركي معانا في المرة الجاية يعني في القطر العجيب تعرفي تجاوبي التذكرة، لو افترضنا يعني كان السؤال أنت ما كنتيش عارفاه قبل كده؟ هتتفرجي ولا مش هتتفرجي؟ هتفرجي. انت شطوره خالص، شكرا ليك يا ميرولا، انت كده قطعتي التذكره عشان انت شطوره خالص. ها جاهز عشان تخشي معانا اول عربيه في القطر العجيب بتاعنا؟ طيب العربيه دي هي عربيه السفري. العربيه دي يا ميرولا فيها شنط كتيره قوي قوي، هتظهر دلوقتي قدامنا عجله، والعجلة دي مليانة شنط كتيرة قوي، سمسونايت وكرتونة وترولي وحاجات كتيرة قوي قوي قوي. فهنقول للعجلة مع بعض لف يا عجلة، وأول لما العجلة تفضل تلف 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 هتقف ونشوف اختارت. أنت اخترت إيه لما العجلة لما قلت لها تقف؟ ماشي؟ قولي لها، يلا قولي لها معايا، لف يا عجلة. لف يا عجلة. يلا يا عجلة لف يا عجلة. والعجلة عمالة بتلف تلف 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 تلف، ويا ترى هتقف فين؟ يا ترى هتقف فين؟ وقفت على شنطة الهاند باج، وده سؤال سهل خالص خالص لأن ده سؤال اختياري، وعاوزاكي تركزي، احنا الوقت بتاعنا 60 ثانية ومش بنجاوب غير لما بنقول للمزلقان افتح يا مزلقان، ماشي؟ تعالي نشوف مع بعض السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول يا ترى احنا بنصلي في الكنايس جهة ايه؟ الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب؟ وانا دلوقتي هفتح المزلقان، يا مزلقان افتح. الشرق. قلتي الاجابة ايه؟ الشرق. واثقة واثقة ولا عايزة تفكري تاني؟ واثقة. تعالي نقول للمزلقان اقف ونشوف فعلا احنا بنصلي جهة الشرق ولا لا. برافو عليك يا مريومة. يا ميرولا اسفة، برافو عليك يا ميرولا، انت شطورة خالص خالص، فعلا احنا بنصلي في كنايسنا جهة الشرق. انت عارفة ايه اللي بتشرق من الشرق؟ حاجة كده في السماء. في حاجة كده في السماء كبيرة تبقى موجودة الصبح، حاجة كده بتشرق من الشرق، اسمها ايه؟ الشمس. برافو عليكي، فعلا الشمس بترمز لايه؟ لما بتشرق من الشرق الشمس بترمز للرب يسوع لكل المجد، علشان كده دايما بنقول على الرب يسوع ان هو شمس البر. ها جاهزه بقى علشان نشوف مع بعض العجله هتلف تلف وتقف على انهي شنطه تاني؟ جاهزه. طيب يلا نقول مع بعض يا ميرولا لفي عجله. لفي عجله.
يلا يا عجلة لفي. والعجلة عمالة تلف 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 تلف، ويا ترى هتقف فين؟ يا ترى هتقف فين؟ وقفت على التولي، والسؤال بتاعنا بيقول من أنا؟ السؤال بيقول مين هو أول السواح؟ افتح افتح يا مزلقان. شطورة حبيبتي، افتح يا مزلقان. هقولي لي مين هو أول السواح؟ الأنبابولة. الأنبابولة، أكيد أكيد؟ أكيد أكيد. طيب شطورة، خلينا نقول للمزلقان أقف ونشوف الإجابة. أنت شطورة حبيبتي، برافو عليكي. فعلا أول السواح هو الأنبابولة، وعاوزة أقولك إن ربنا كان بيبعت يا ميرولا للأنبابولة كل يوم نص رغيف مع الغراب، ماشي؟ طيب خلينا نشوف مع بعض يا ميرولا تالت شنطة هنختارها هي إيه؟ مركزة معايا؟ مركزة. طيب العجلة قدامنا أهو، يلا نقول لفي عجلة. لفي عجلة. يلا يا عجلة لفي 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 لفي. ويا ترى العجلة هتقف على ايه؟ يا ترى هتقف على ايه؟ الله، دي وقفت على الكرتونة، والكرتونة دي السؤال بتاعها بيبقى بمتى؟ يعني هقولك على حاجة وانت هتقولي الحاجة دي حصلت امتى؟ ماشي؟ بس ركزي، مش هنجاوب من غير لما المزلقان يفتح. السؤال بيقول امتى غسل المسيح ارجل تلاميذه؟ وهقول للمزلقان افتح يا مزلقان. ها افتح يا مزلقان. والمزلقان اتفتح، يلا قوليلي امتى غسل السيد المسيح؟ وقت العشاء الرباني. وقت العشاء الرباني، اكيد اكيد اكيد. طب هو انا عايزه اسالك على حاجه، هو ده كان يوم ايه عشان انا مش فاكره؟ ها قولي لي يا ميرولا كان يوم ايه؟ يوم الخميس. ايوه اسمه خميس ايه؟ خميس العهد. طيب نقول للمزلقان يقفل؟ يقفل يا مزلقان. يلا يا مزلقان اقفل، وخلينا نشوف امتى غسل المسيح ارجل تلاميذه. انت شطوره خالص يا ميرولا، برافو عليكي. فعلا السيد المسيح غسل ارجل تلاميذه يوم خميس العهد. انت شطوره خالص خالص، لان وقتها كان السيد المسيح عايز يعلمهم التواضع، وكمان كان عاوز يعلمهم ازاي يخدموا الاخرين. طيب انت عارفه ان انت كده جاوبتي على الثلاث اسئله وخدتي معانا الشهاده بتاعه عربيه السفري؟ انت شطورة خالص، برافو عليكي. ها جاهزة عشان نخش على البوفيه؟ جاهزة. طيب هفكرك بالبوفيه بقى، احنا عندنا سندوتش، وعندنا دونتس، وعندنا فشار، وعندنا تسالي، وعندنا حاجة سخنة كده لو حسيتي انت عايز تشربي حاجة سخنة. ها تختاري ايه في البوفيه قوليلي؟ سندوتش. تختاري سندوتش اول حاجة؟ طيب خلينا نشوف مع بعض دلوقتي يا ترى الراكبة ميرولا لما اختارت الساندوتش من عربية البوفيه يا ترى السؤال ايه؟ السؤال عايزك تفتحي عينيكي كويس قوي 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 وتبصي عشان تعرفي يا ترى الصورة دي صورة ايه؟ يلا نقول افتح يا مزلقان، افتح يا مزلقان. هيا يا ميرولا يا ترى دي صورة ايه؟ انا بفكرك ان الوقت بيجري بيجري بيجري، بقينا حوالي 31 ثانية، وكمان بفكرك بوسائل المساعدة. سمعان الخراج دير المقطم. لا انت قلتي ايه في الاول؟ انا قلت بفكر. قلتي بفكر، اوكي. طيب يلا عشان فاضل وقت قرب يخلص، بسرعة يا ميرولا. كنيسة سمعان الخراج. دير القديس سمعان الخراج، هنقول للمزلقان أقف. أقف يا مزلقان. أقف يا مزلقان، وخلينا نشوف فعلا الإجابة صح ولا غلط. أنتِ شطورة خالص، برافو عليكي، برافو برافو يا ميرولا.
فعلا الصورة دي هي صورة دير القديس سمعان الخراس. برافو عليك يا ميرولا، انت شطورة. ها جاهزة عشان نختار حاجة تانية من عربية البوفيه؟ جاهزة. يلا بينا نشوف يا ترى هتختاري ايه. هنختار تسالي ولا دونتس ولا فشار ولا مشروب ساكن؟ ها يا ترى هتختاري ايه؟ فشار. هنختار فشار. خلينا كده نشوف يا ميرولا يا ترى الفشار هيختار لنا سؤال عامل ازاي. السؤال بتاع الفشار اسمعي مني، واول لما المزلقان يفتح تجاوبي. اتفقنا؟ ماشي. الفشار المره دي مسهله عليكي خالص. والفشار بيقول لك يا ميرولا قولي لنا ترنيمه عن القيامه. واحد اثنين ثلاثة بعد ثلاثة أيام يسوع ملكنا وملء الأرض سلام. واحد اثنين ثلاثة بعد ثلاثة أيام أيام يسوع ملكنا وملء الأرض سلام. واحد يوم الجمعة حزين أخذ يسوع صلبوه أسأل عليه القبر بصخرة وبخاتم ختموه. واحد يوم الجمعة حزين أخذ يسوع صلبوه أسأل عليه القبر بصخرة وبخاتم ختموه. الله يا ميرولا، انت شطورة خالص خالص. برافو عليكي حبيبتي. ده سؤال الفشار حلو قوي، واضح ان انت بتحبي الترانيم صح؟ انت شطوره خالص يا ميرولا. يبقى احنا كده في عربيه البوفيه فكريني احنا اخترنا كام حاجه؟ اخترنا حاجتين اللي هما السندوتش والفشار. برافو عليكي، لسه قدامنا اختيار تالت. فكري بقى معايا يا ترى هتختاري تسالي ولا هتختاري دونتس ولا هتختاري مشروب ساخن ولا يا ترى هتختاري ايه؟ تسالي. تسالي. الله يا ترى يا هل ترى، سؤال للراكبة ميرولا من تسالي هيكون عامل ازاي؟ خلينا نشوف كده. السؤال مش عاوزاكي تتلخبطي خالص خالص فيه. انا هقولك على اصفار من الكتاب المقدس وهطلب منك انك ترتبيها، ومش هترتبيها او مش هتقولي الاجابة من غير لما نقول للاول للمزلقان انه يفتح. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب الأسفار هما خروج، لوين، تكوين، عدد. رتبيلي الأسفار دي حسب ما هي موجودة في الكتاب المقدس. يلا أنا هفتح المزلقان. افتح يا مزلقان. تكوين، خروج، لوين، عدد. أكيد 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 أكيد. طيب قوليهم لي تاني كده. يلا يا ميرولا قوليهم تاني. تكوين، خروج، لوين، عدد. خلينا نوقف المزلقان ونشوف مع بعض كده الإجابة. برافو عليكي يا ميرولا، انت شطورة جدا جدا جدا. برافو عليكي، انت كمان عرفتي تجاوبي على الثلاث أسئلة بتوع عربية البوفيه. فانت كده خدتي معانا اول شهادة اللي هي شهادة الراكب الشاطر من عربية السفري، وكمان خدتي الشهادة بتاعت عربية البوفيه اللي هو شهادة الراكب الممتاز. ها جاهزة عشان هنخش مع بعض دلوقتي في رحلتنا على اخر عربية في القطر العجيب وقطر المسابقات بتاعنا، هي عربية التربو. ها جاهزة؟ جاهزة. طيب انا بفكرك يا ميرولا ان القطر العجيب وعربية التربو يعني بالاخص فيها ثلاث اسئلة والوقت فيها قليل، فانت محتاجة تركزي كويس قوي 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 في السؤال وما تنسيش عم مفتاح. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يلا بينا كده يا ميرولا نشوف مع بعض اول سؤال في عربية التربو، وخدي بالك ان الوقت بتاعه حوالي 30 ثانية، اول لما هقول للمزلقان افتح هيبدأ ال 30 ثانية يقلوا 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 يقلوا. طيب يا ترى السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول
أي بلد في العالم لدي أكبر عدد من السكان؟ يا ترى مصر ولا أمريكا ولا الصين ولا العراق؟ يا ترى إيه أول بلد في العالم عندها أكبر عدد من السكان؟ مصر، أمريكا، الصين، العراق؟ افتح يا مزلان. ها؟ الصين. فكرتي كويس؟ أوه. أكيد أكيد مش عايزة حاجة تانية؟ أكيد أكيد. طيب خلينا نقول للمزلقان يقف. أقف يا مزلقان وخلينا نشوف إجابة ميرولا. فعلا يا ترى الصين هي أول بلد أو أكتر بلد فيها عدد سكان كبير ولا لأ؟ فعلا برافو عليك يا ميرولا، أنت شطورة جدا جدا جدا. فعلا الصين هي الإجابة الصحيحة. برافو عليكي شطورة. ها جاهزة علشان نشوف مع بعض تاني سؤال في عربية التربو؟ جاهزة. طيب خدي بالك إن الوقت كمان بيقل أكتر وأكتر والثواني بتقل، فمحتاجاكي تركزي كويس جدا جدا جدا، وكمان محتاجة منك لو محتاجة وسيلة مساعدة افتكري على طول عم مفتاح. طيب السؤال بيقول ايه؟ خدي بالك انه 25 ثانية بس. السؤال بيقول يا ترى الزجاج بيتصنع من مادة ايه؟ التراب ولا البلاستيك ولا الرمل ولا الطين؟ خلينا نفتح المزلقين ومعانا 25 ثانية. للرمل. الإجابة الرمل. أكيد أكيد. ولا عايزة تبصي مثلا يمكن يكون البلاستيك أو التراب أو الطين؟ الرمل. الرمل أكيد؟ أكيد. طيب خلينا نشوف نقول للمزلقان اقفل. المزلقان أهو قفل ونشوف يا ترى الإجابة صح ولا غلط. برافو عليك يا ميرولا، أنت شطورة جدا جدا. فعلا الإزاز أو الزجاج فعلا بيتصنع من الرمل. برافو عليكي حبيبتي، أنت شطورة قوي قوي قوي. إحنا كده يا ميرولا فاضل لنا سؤال واحد بس، وساعتها هتكسبي معانا شهادة الراكب العبقري، وبفكرك بعم مفتاح. اتفقنا؟ جاهزة. طيب أنا بفكرك إن آخر سؤال وقت قليل قوي قوي قوي، يعني بالظبط 20 ثانية، فمحتاجاكي تركزي كويس. ماشي؟ كم ثانية؟ 20 ثانية. يلا بينا نشوف آخر سؤال في عربية التربو بيقول إيه؟ آخر سؤال في عربية التربو للراكبة ميرولا، السؤال بيقول: كنت بطل مجمع أفسس ووقفت أمام بضعة نسطور، مين أنا؟ كنت بطل مجمع أفسس ووقفت أمام بضعة نسطور، يا ترى مين أنا؟ أفتح المزلقان؟ يلا نفتح المزلقان ونشوف مع بعض والعداد بيعد. هاي يا ميرولا. البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس. فكري يا ميرولا، فكري الوقت بيخلص. الأنبا شنودة. يا روحي انتي. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. للأسف يا ميرولا احنا كان الوقت بتاعنا خلص، بس انا عاوزه اقول لك ان انت كنتي راكبه شطوره جدا 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 وجاوبتي معانا اسئله كتيره. انا بجد مبسوطه منك، انت فضلتي معانا فتره طويله جدا جدا، بس للامانه الاجابه مش صح. هو اللي كان بطل مجمع افسس واقف قدام بضعه نسطور هو البابا كيرلس الكبير، وبيقال عليه كمان عمود الدين. فخليني اقول لك انت شطوره حبيبتي وكسبتي معانا شهاده الراكب الممتاز، لانك عديتي معانا عربيتين، فانا فرحانه بيكي جدا جدا جدا. وكمان الشهاده دي هتبقى موجوده على صفحه قناه كوجي على الفيسبوك، وهنستناكي عشان تبعتي صورتك. اتفقنا؟
شكرا ليك يا ميرولا جدا جدا. بصراحه يا اصحابي انا فرحانه بيكوا قوي قوي، وببقى مبسوطه كمان باصحابنا الصغيرين اللي بيكلمونا وبيعرفوا اجابه اسئله كتيره قوي. اكيد دلوقتي فكره البرنامج بقت بالنسبه لكم اوضح واوضح، واكيد بقينا عارفين ازاي نتنقل من عربيه لعربيه، وامتى نستخدم وسائل المساعده اللي موجوده مع عم مفتاح. طيب ايه رايكم نخلي القطر يقف في محطه استراحه ونشوف يا ترى هنعمل ايه مع الركاب الكتير اللي عاملين زحمه كتير قوي 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 موجودين على رصيف سكه حديد كوزي، ونرجع لكم تاني. ولا يقدر ابدا على حاجه، انا بيقول عليا صغير ما بيعرفش يعمل حاجه، لونه قوي وضعيف وقصير ولا يقدر ابدا على حاجه. قلت لهم طب شوفوا داوود اصغر راعي غلب جلياط، قال له بسيفك انت جاي لي ومعايا انا رب القوات. فاكر اني جبان وبخاف من خطر او سيف او ضيق، فاكر ممكن انكر ربي ده اللي فداني او في صديق، وانا فاكر اني جبان وبخاف من خطر او سيف او ضيق، فاكر ممكن انكر ربي ده اللي فداني او في صديق. قلت لهم اباء الشهداء عمر ما حد ضعف او خاف، بإيمانهم هتمثل برضو بمعنتها للهدى. أستطيع كل شيء في المسيح اللي بيقويني، أستطيع كل شيء في المسيح اللي بيقويني. انا عاوزه اقول لكم يا اصحابي للامانه يعني في ركاب كتيره جدا 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 بيحاولوا يكلمونا علشان يركبوا معانا القطر العجيب،
فإحنا بنعتذر لكم جداً جداً، لأن إحنا طبعاً مش عارفين ناخد كل أصحابنا اللي عايزين يبقوا معانا ركاب في القطر العجيب. بس أنا عاوزة أقول لكم إن إحنا موجودين معاكم بإذن ربنا كل يوم حد الساعة 6، فأكيد كل يوم حد هناخد اتصالات من أصحاب كتير جداً جداً جداً، وإن شاء الله كلهم هيكونوا معانا ركاب في قطرنا العجيب، قطر المغامرات والمسابقات والفرح والمرح وكمان المعلومات الكتيرة قوي قوي قوي. طيب احنا دلوقتي محتاجة منكم علشان الحلقات الجاية نعرف نجاوب عليها ونعرف نقطع التذكرة صح من الأول، محتاجة كل حد فيكم يا أصحابي يتفرج على حلقة حبيبتي مدارس الأحد. أيا كان الطفل ده أقل من 6 سنين فهياخد نص تذكرة ويخش على طول على عربية الكانتين، أو حتى كان الطفل أكبر من 6 سنين علشان يقطع تذكرة كاملة وبرضه يخش معانا القطر العجيب بالتلات عربيات، عربية السفري وعربية البوفيه وكمان عربية التربو. فمحتاجة لو فرضا ما شفناش حلقة حبيبتي مدارس الأحد نرجع تاني نشوفها على اليوتيوب. طيب خلينا نشوف معانا دلوقتي راكب جميل قوي، يا ترى معانا مين؟ معانا راكب كيرولوس. ألو؟ ألو؟ يا كيرو ازيك؟ الحمد لله كويس يا ميس كريستين. طيب حلو، يا رب دايما يا حبيبي. قولي يا كيرو، يا ترى كنت متابع الرحلة بتاعتنا في القطر العجيب ده من الأول ولا كنت فين؟ كنت متابعها. شاطر شاطر، انت دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله تقطع معانا التذكرة يا كيرو وتخش معانا في ايه؟ في القطر العجيب اللي مليان مغامرات كتيرة. بس يا ترى يا كيرو اتفرجت على حلقة حبيبتي مدارس الأحد؟ ايوه. طيب حلو، شاطر شاطر، جاهز علشان نشوف سؤال حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه؟ ماشي. طيب جاهز يا ميت. شاطر يا حبيبي، خلينا نشوف سؤال حبيبتي مدارس الأحد بيقول ايه. السؤال بيقول يا ترى ايه معنى الآية اللي بتقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب؟ مبرئ المذنب ومذنب البريء. حد مذنب بس يكون بس بنقول عليه ان هو بريء. ماشي، برافو عليك، شاطر. وايه كمان؟ ده مبرئ المذنب، لو حد مذنب واحنا بنقول ان هو غلطان يعني، وبنقول لا 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 ده مش غلطان، بنقول انه بريء. طيب بنقول عليه ان هو برضو بريء. طيب شاطر، برافو عليك. طب الجزء التاني بقى، ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. ها اللي بيعمل غلط برضو بنقول عليه بريء. يا روحي انت شاطر خالص يا كيرو، برافو عليك. انت كده قطعت معانا تذكرة من سؤال حبيبتي مدارس الأحد وركبت معانا القطر العجيب. شاطر يا كيرو، برافو عليك جدا. ها جاهز بقى علشان تخش معانا على عربية السفري؟ جاهز. طيب حلو قوي، بفكرك يا حبيبي ان عربية السفري عبارة عن عجلة فيها شنط كتير قوي قوي قوي. هتظهر قدامنا عجلة، هنقول لها لفي عجلة، فهتقف عند شنطة معينة، هنشوف ايه هو السؤال ومش هنبدأ نجاوب غير لما هقول للمزلقان افتح ومعاك 60 ثانية من اول لما المزلقان يفتح. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا نقول مع بعض لفي عجلة. لفي عجلة. لفي عجلة. لفي عجلة. ويا ترى العجلة بتلف تلف 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 تلف، يا ترى وقفت فين؟ يا ترى وقفت فين؟ وقفت على الترولي. وسؤال الترولي بيقول أين؟ يا ترى أين؟ طيب السؤال بيقول إيه؟ اسمعني كده يا كيرو، السؤال بيقول ما هو الجبل الذي انتقل من مكانه؟ ايه هو الجبل اللي انتقل من مكانه؟ افتح يا مزلقان.
افتح يا مزلقان. فتحنا المزلقان، يلا قولي ايه الجبل اللي اتنقل لمكانه؟ المقطم. جبل المقطم، واثق واثق ولا في جبل تاني كده؟ يلا بينا ما دام انت واثق واثق، يلا نقفل المزلقان ونشوف الاجابه صح ولا غلط. برافو عليك يا كيرو، انت شطور خالص، فعلا جبل المقطم هو الجبل اللي اتنقل من مكانه. برافو عليك يا كيرو، انت شاطر. يلا تظهر قدامنا دلوقتي عجله تاني، يلا نقول لها مع بعض لفي عجله ونشوف يا ترى ايه الشنطه اللي هتقف عليها. يلا بينا لفي عجله. يلا لفي عجله، والعجله عماله بتلف تلف 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 تلف، يا ترى هتقف فين؟ يا ترى هتقف فين؟ الله، تعرف يا كيرو دي وقفت لك على شنطة الباك، وشنطة الباك دي بتسأل سؤال ايه هو العدد؟ طيب خلينا نشوف مع بعض السؤال بيقول ايه. ده سؤال سهل خالص خالص يا كيرو، بيقول لك كام كبد في جسم الإنسان؟ وهقول للمزلقان افتح. يلا افتح يا مزلقان. افتح يا مزلقان، قول لي كام كبد في جسم الانسان؟ واحد. واحد؟ اكيد اكيد. نقول للمزلقان اقفل. اقفل يا مزلقان. اقفل يا مزلقان، برافو يا كيرو، خلينا نشوف كده الاجابه. شاطر يا كيرو، برافو عليك، فعلا هو كبد واحد بس في جسم الانسان، انت شاطر جدا يا حبيبي. كده فاضلك شنطه واحده بس في عربيه السفري علشان ناخد شهاده الراكب الشاطر. يلا نشوف العجله ونقول بسرعه لفي عجله بحماس. لفي عجله. يلا بحماس بقى لفي عجله. لفي عجله. عجله بتلف تلف 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 تلف، ويا ترى هتقف فين؟ يا ترى هتقف فين؟ وقفت عند شنطة الهاند باج، ويا ترى شنطة الهاند باج السؤال بتاعها بيكون اختياري، فركز معايا في السؤال وركز في الاختيارات، وأول ما أول لما أقول المزلقان افتح هيفتح وتجاوب، ماشي؟ ماشي. طيب السؤال بيقول إيه هي وحدة قياس الأطوال؟ يا ترى الجرام ولا الكيلو جرام ولا المتر ولا ايه؟ ولا الوقية؟ افتح يا مزلقان، والمزلقان فتح، يا ترى ايه هي وحدة قياس الأطوال؟ متر. المتر؟ أكيد أكيد، ولا عايز تفكر؟ أكيد أكيد. نقول للمزلقان اقفل؟ اقفل يا مزلقان. اقفل يا مزلقان، وخلينا نشوف كيرو فعلا جاوب صح ولا غلط. برافو عليك يا كيرو، انت شطور جدا جدا، مبروك يا حبيبي، انت كده عديت عربية السفري وخدت شهادة الراكب الشاطر. ها مستعد عشان نخش على عربية البوفيه؟ مستعد. طيب حلو، خليني افكرك بسرعة يا كيرو، عربية البوفيه دي هيكون فيها ايه؟ فيها سندوتش عشان لو انت جعان يعني، وفيها دوناتس لو حابب تحلي، وفيها مشروب ساخن لو عايز تشرب حاجة سخنة يعني، وفيها فشار وفيها تسالي. ها انت هتختار ثلاث حاجات، ايه اول حاجة عايز تختارها؟ دونت وفشار و دونت. ماشي، بص هقولك يا كيرو، احنا هنختار ثلاثة بس انا عايزة دلوقتي واحدة، خلينا نمشيها واحدة واحدة. ايه اول حاجة تختارها؟ اختار الدونت. هتختار الدونتس، بس خد بالك في عربية البوفيه الوقت مش 60 ثانية يا كوكو، الوقت هيبقى 45 ثانية، اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى نشوف مع بعض يا كيرو الدونتس السؤال بتاعها بيقول ايه؟ خلينا نشوف مع بعض الدونتس بتقول، اسمع كويس، ها؟ هتسمع دلوقتي حاجة وهتحاول تخمن الحاجة دي ايه هي، ماشي؟ ماشي. ماشي، خلينا نفتح المزلقين مع بعض ونسمع الآية ونشوف. اثبتوا في محبتي، يوحنا 15 آية 9. ماشي. اثبتوا في محبتي،
يوحنا 15 آية 9. هاي يا كيرو، مفيش صوت خالص يا مت. طيب ايه رايك ممكن اقول لها على عمو مفتاح؟ ما انا كنت لسه هقول لك، عمو مفتاح بقاله كتير قوي 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 ما جالناش، احنا محتاجين نعرف هو باع كام سندوتش ولا كام بيبسي ولا ايه. نادي يلا معايا لعمو مفتاح، اقول له تعالى يا عمو مفتاح. تعالى يا عمو مفتاح. ايوه يا كيرو يا صاحبي، مالك بس؟ ايه المشكله اللي معاك؟ قول لي ايه السؤال اللي واقف قدامك. انا معايا ثلاث مساعدات وهساعدك ومش هسيبك. ها هو هقول لك يا عمو مفتاح، هو بس الصوت مش واضح شويه، فممكن يا كيرو تفتكر مع عمو مفتاح ايه هي وسائل المساعده الثلاثه ونختار منهم واحده؟ ماشي يلا يا كيرو. بص يا سيدي، انت عندك اول وسيله مساعده بتقول لك ايه؟ خليك براحتك، يعني هنعيد الوقت من الاول. تاني وسيله مساعده يا كيرو بتقول لك غير مكانك، يعني لو انت مش عاجبك السؤال هنعيد، هنديك سؤال غيره. تمام. اخر حاجه، اخر حاجه بقى يا عم كرولوس بتقول لك موهبتك أحلى. تسمعنا لحن جميل، تسمعنا أيوة. ترنيمه حلوه، براحتك خالص تختار. ايه؟ اغير السؤال. تغير السؤال يعني لينا الاثنين يا عم كيرو. طيب احنا كده هنبدل مكاننا. شكرا جدا ليك يا عم مفتاح. شد حيلك يا كوكو. حاضر يا عم مفتاح. انت شاطر خالص يا كيرو. انا بس عايزه اسالك على حاجه، انت سامع كويس ولا مش عارف تفسر الايه؟ مش سامع الايه كويس. طيب بص، هي اصلا اللعبه فكرتها ان انت بتسمع الايه بطريقه كده بتتقال بسرعه وبصوت رفيع، فانت محتاج تسمعها كويس. ماشي؟ فبما اني هبدل لك السؤال فحاول اسمع كويس. ماشي؟ يلا بينا؟ سأراكم أيضا يلا بينا فتفرحوا كلكم. المزلقان هيفتح وهنسمع دلوقتي. ماشي. سأراكم أيضا فتفرحوا كلكم. يوحنا 16 آية 22. سأراكم أيضا فتفرحوا كلكم. برضو يوحنا 16 آية 22. ها يا كوكو سامع؟ سأراكم أيضا فتفرح كلكم. مش سامعها خالص؟ آية 22. طب قولي الله. خد بالك من الوقت. سأراكم أيضا فتفرح كلكم. يوحنا 16 آية 22. خد بالك من الوقت، بقى 5 ثواني. لنادي عمو مفتاح؟ سأراكم أيضا. عمو مفتاح فعلا هيجي. عمو إيه؟ مفتاح. ايوه عمو مفتاح هيجيلك. أيوة، ايوه يا كيرو معلش انت معاك محاولتين تاني، ما تقلقش انا معاك وهساعدك. بص احنا استخدمنا الوسيله بتاعه غير مكانك، دلوقتي معاك وسيلتين اللي هما موهبتك احلى والوسيله. اختار كده يا عمو مفتاح. خلاص اخترت موهبتك احلى. موهبتك احلى. هتسمعنا ترنيمه ولا لحن جميل؟ اللحن جميل. يلا يا روحي انا هجهز لك سندوتشين كده عشان تاكلهم عقبال ما اسمع اللحن. وانا كمان جعانه قوي، جهز لي الاثنين. شكرا يا كوكو. حبيبي شاطر، برافو عليك يا كيرو، برافو. شاطر جدا جدا، صوتك حلو قوي واللحن كمان حلو قوي قوي قوي. دلوقتي محتاجين نختار حاجه كمان من البوفيه. انت كده اخترت ايه؟ انت اخترت ايه لغايه دلوقتي يا كيرو؟ فشار. اوكي، انت دلوقتي هتختار الفشار صح كده؟ صح. يلا بينا نشوف الفشار بيقول ايه. خد بالك ان احنا معانا 45 ثانية، والسؤال ده بقى سهل قوي 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 يا كوكو. السؤال بيقول قول لنا على 3 خضروات غنية بالحديد. البتنجان والجرجير والسبانخ.
طيب هنقول افتح المزلقان يا الاول وبعد كده نجاوب. يلا ماشي. افتح يا مزلقان. مزلقان فتح والعداد بيعد. قولهم لي تاني. الجرجير والبتنجان والسبانخ. الجرجير والبتنجان والسبانخ. يا ترى اجابتنا صح ولا غلط؟ نقفل المزلقان ونشوف. برافو عليك يا كيرو، شطور خالص يا حبيبي. فعلا هما التلات اكلات دول اكلات كتيرة قوي 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 غنية بالحديد. طيب ايه رأيك احنا كده اخدنا كم حاجة في عربية البوفيه لغاية دلوقتي؟ الدونس والفشار. حلو، احنا كده فاضل لنا واحدة ونكون كسبنا شهادة تانية في العربية بتاعة البوفيه. هي هتختار ايه دلوقتي؟ الساندوتش. نختار الساندوتش، ويا ترى الساندوتش بيقول لنا ايه؟ خلينا نشوف كده. فتح عينك يا كيرو كويس قوي 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 وخلينا نشوف مع بعض دي صورة ايه. نفتح المزلقان ونشوف. معانا الوقت 45 ثانية، يا ترى الصورة دي صورة ايه؟ فكر يا كيرو، فكر انت، يا ترى دي صورة ايه؟ خد بالك فاضل ثواني قليلة والمزلقان يقفل. يلا تلاتة. كيرو يا حبيبي احنا يا عمو مفتاح. لا احنا نادينا على العمو مفتاح متأخر قوي يا كوكو، بس خليني اقولك انت كنت شاطر جدا 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 وجاوبت معانا اسئلة حلوة قوي وخدت معانا شهادة عشان انت اوريدي عديت عربية السفري وخدت معانا شهادة الراكب الشاطر اللي عرف يعدي عربية السفري. ومش بس كده، ده انت كمان قلت لحن حلو قوي قوي وده دليل ان صوتك حلو خالص. شكرا ليك يا كيرو، بجد انت ولد شاطر جدا جدا، شكرا ليك. طيب خليني اقول لكم يا اصحابي ان زي ما انتوا عارفين وقتنا دايما بيمر بسرعه 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 بسرعه، وبصراحه لو جيتوا مكاني هنا هتشوفوا عدد من الركاب كتير قوي قوي قوي، وفعلا في زحمه كتيره جدا على رصيف سكه حديد كوزي. وبصراحة احنا اتبسطنا قوي 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 بكل الركاب اللي اتصلوا بينا النهاردة وكمان ركبوا معانا وقدروا يوصلوا معانا لشهادات كتيرة قوي. طب خلينا نشوف مع بعض دلوقتي يا اصحابي، يا ترى مين من اصحابنا اللي ركبوا معانا النهاردة وقدروا يكسبوا شهادات؟ خلينا نشوف كده مع بعض. كانت الراكبة العبقرية مريم مايكل، ودي زي ما قلت لكم يا اصحابي علشان هي عدت التلات عربيات ووصلت لاخر عربيه اللي هي عربيه التربو وخدت شهاده الراكبه العبقريه، فهي ليها هديه كبيره قوي من قناه كوزي وهم هيتواصلوا معاها عشان تاخد هديتها. طب يا ترى مين تاني كسب معانا في رحلتنا النهارده في القطر العجيب؟ كانت الراكبه الشاطره مريم عماد، وكانت مريم شطوره خالص 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 وقدرت تجتاز معانا اول عربيه، بس في تاني عربيه الخط قطع وما عرفناش نتواصل تاني معاها، بس خليني اقول لكم هي كانت راكبه شاطره جدا جدا وكسبت معانا شهاده الراكبه الشاطره. طيب خلينا نشوف مين تاني كسب معانا. كمان كسب معانا الراكبه الممتازه ميرولا بشوي، لان ميرولا قدرت كمان تجتاز معانا مرحلتين، مرحلة عربية السفري وكمان عربية البوفيه، فبرافو عليكي يا ميرولا. طيب يا ترى مين تاني كسب معانا؟ كان كمان الراكب الشاطر كيرولوس جرجس. فعلا يا كيرو انت كنت شاطر معانا جدا جدا واكتست معانا اول عربية في القطر العجيب. بطلب من كل اصحابنا اللي كسبوا معانا النهارده في رحلتنا في القطر العجيب ان هم ما ينسوش يبعتوا لنا الصور بتاعتهم علشان تتحط في الشهاده وتنزل على صفحه قناه كوزي على الفيسبوك.
طيب بما اني خلاص قلتلكوا ان الوقت عدى بسرعة بسرعة، خليني اقول لكم استنياكم الحلقة الجاية يوم الحد الساعة 6 واشوفكم على خير في رحلة جديدة من القطر العجيب. توت 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 توت، باي.